رياض بيت الاهلي، نزل ايدك يا بابا، مش واقفين في نادي. ها احترم نفسك من اولها. ولا ميمي ايه ما هو اللي قال روح انجاب، مش عايز يجي. ايه يا بيبي، ايه يا بيبي، تعالى هنا. انت يا ريس ما بقتش تحس بوجودي خلاص يا ريس، العصابه بتتدلع يا حبيبي. بص اللي عامله نظره بقت عامله ازاي. بص يا ميمي اصحى يا ابني، تهوى ايه اللي انتوا شايفينها دي؟ فيلا. الفيلا دي يا ساده يسكنها واحد اسمه الزواوي، وهو واخواته ب 16 جنيه في الشهر. حرام ولا مش حرام؟ حرام. فوزي باشا الراجل الطيب عرض عليهم ربع مليون جنيه وشقه في المهندسين، وناخد ارض الفيلا. رافض يا ميمي، يبقى تتهد على دماغتهم ولا لا؟ تتهد ولا ميمي؟ خلي العيال تركز، كلنا هنعدي من العمليه دي. العصابه كلها. ايه ده؟ مين اللي قال اي؟ مين السافل اللي قال اي؟ أنا يا ريس. احنا في حضانة يا بابا؟ لا يا ريس. قلت اي ليه؟ ممدوح ضربنا. مين يا اخويا؟ ممدوح. فين سيزيفت ممدوح ده؟ ده؟ قوم يلا. قوم. لازم كل يوم اموت لي واحد انا. قوم قوم. الله. وانت يعني ضربك بالرصاص ده تستاهل. ده صاحبك بيهزر معاك. هتودونا بتاعي الله يخرب بيوت. بس يلا مين الراجل ده؟ ميمي انا اول مره اشوفه. ميمي الله، مش تبقى تعرض الناس عليا يا ابني؟ اتصرف معاه ازاي انا ده دلوقتي؟ هو ده بيقعد منين بقى ان شاء الله؟ اي حته انت ما تستعملش عنف. عنف ايه يا ميمي؟ عشان ما يموتش بايديا. خلاص بقى مين وانت. انا اسفين يا باشمهندس، اسفين. ان شاء الله لما تقعد معانا في العصابه هتتعود باذن الله. اتفضل استريح. اتفضل ممدوح، مش كده؟ اتفضل يا باشا، اتفضل بقى. اقعد بقى. ولا ميمي كل واحد يعرف مكان النهارده عشان هنروح نفجر الفيلا دي. هتتفجر ولا لا؟ طمني يا ابني. هتتفجر. العيال نايمه ليه؟ العيال نايمه ليه؟ ايدك ابص يا دوحة. مالكش انت دعوه، انت باشا، انت منورنا يا ميمي. انا هطلع عليكم الخطه، اجتماع للخطه. ايه ده؟ ميمي في ايه؟ مش اجتماع يا ريس. هو انا لازم اموت اول اجتماع يعني؟ ولا الراجل ده غبي قوي. اسمه ايه؟ اسمه ممدوح يا راجل. طب بيني وبينك انت بتسيح ليه؟ ما بيني وبينك، مش انا بسالك بيني وبينك؟ ولا سلامه. اه يا ريس. تعالى هنا. اوعى شويه بقى. كله ركز في الخطه. انا هقول واحد اثنين ثلاثه هتديني صباع الديناميت. ماشي. قشطه؟ قشطه. ميمي. اه يا ريس. اقول اربعه خمسه سته هتاخد مني صباع الديناميت. ماشي. قشطه؟ قشطه يا راجل. ولا كمان. ايوه يا ريس. هقول سبعه ثمانيه تسعه هتعمل قهوه مظبوط لممدوح. ودلعوه اخر دلع. ماشي يا ريس. واديله سجاره من علبيتي اللي انا جايبها من المطار دي. ها انا هدخل الفيلا سرا وافهمه ان انا جاي مصلحه التليفونات كلها، وهربط اسلاك الديناميت من بره. ربنا يقوينا على الشر يا رب.